دكتورة ميسة، دلوقتي يعني الجيل الجديد جميل أكتر لأنت عمري وسيرة الحب وبعيد عنك حياتي عذاب، الحاجات القديمة إحنا أنا جيلي وجيل عاملك اللي انت ورايا اكتر. كمان، إنما الجداد بعتقد إن هم شوفي هتقدمي لنا إيه بقى؟ هتقدمي لنا إيه جديد علشان الشباب الصغيرين يتفرجوا علينا حاضر ينبهروا زي ما إحنا حاضر، طول عمرنا بننبهر انت بيه. عمري بقى.